السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا بخير وعلى خير، تكون أحوالكم طيبة. اليوم الأخوات جبتكم عند مندوبة من المندوبات ديال محل عبايات هناء أم ياسر، واحد الإنسانة اللي ما شاء الله طيبة، معاملة ديالها تبارك الله ما شاء الله غزالة، ويعني وهي من الناس اللي يعني سنين وأنا كنخدم معها، يعني تقريبا شي 3 سنين أو أكثر، وإحنا خدامين أونسومبل. نوريكم فين كاين المحل ديالها، واكيد اكيد غتفرحوني مني غادي تجيو عندها ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمحل كاين في سخيرات، هي جات اونفاس مع اعداديه 20 غشت. انا غادي نوريكم فين كاين المحل ديالها بالضبط، فبقاو معايا ونشوفوا الاستقبال اللي دارت لينا اختي ام لينا، ومرحبا بكم والف مرحبا. هذه الاخوات هي اعداديه 20 غشت اللي كاينه في مدينه الصخيرات، وبالنسبه للمحل ديال اختي ام لينا جا في هذه البلاصه. هذه المحل ديالها جا في القنت، هو هذا المحل ديال اختي ام لينا. يلا معايا نشوفوا المحل ديالها تبارك الله ما شاء الله. هي دايره العبايات والنقابات، ونقاب سعودي، نقاب مظلة، مهم عندها ما شاء الله كل شيء، اي حاجه كتتعلق باللباس الشرعي فهي متوفره عند اختي ام لينا. السلام عليكم. والله إذا نهار كبير هذا اليوم. عزيز سبحان الله العظيم، أم لينا عرفتي شحال وأنا خدامة أنا وياها 3 سنين، وأول مرة وهي كتخدم معايا بالتليفون، ما عمرنا تلاقينا. سبحان الله اللي كتب الله اليوم اللي غنتلاقى معاها، ولكن صراحة ما شاء الله عليها التعامل ديالها راقي، والحمد لله اللهم لك الحمد. فهمتي يا أختي الثقة وكل شيء والخدمة وكل شيء زوين. مرحبا بك بارك الله فيك. مرحبا تبارك الله ما شاء الله. قولوا لي هاد الكاس شكون اللي غيشربوا معايا؟ راه كبير بزاف ما شاء الله. الله يكبر بيك شي قليل. الله يحفظك لي اختي، الله يكبر بك. بالعكس شوفي انا وجدت لك، ولكن انا بالفرحات عليا غير المجيه انتني جيت عندك وشفتك، هذا في حد ذاته راه شي حاجه كبيره، ما يحتاجش انك توجدي شي حاجه على قبلي ولا. الله يكبر بك. عرفتي راه بحال جاي شي حد من العائله، شي حد في الغربه في بعيد ولا شي حاجه، بحال هذاك الاحساس كنتسنى فيك تجي من الصباح. مرحبا بك اختي هالة. والله ويا ملي قلتي لي ملي هضرت معاك وقلتي لي راه بنسمع وانا كنتسنى فيك لدرجه انني حلمت بك. مرحبا بك اختي هالة، ومرحبا بالمتتبعات ديالك عندي. مرحبا بك. عرفتي شحال وانا كنتسنى باش نتلاقى انا وياك، وكتب اليوم باش نتلاقى، لدرجه انني البارح في الليل حلمت بك، دايره بالي معاك لدرجه انني فقط لقيت راسي كنقول هالة. المهم مرحبا بك ونهار كبير هذا. ايوا اختي الله يجعلها صاحبة خير. هذاك الله سبحانه وتعالى ان جعلها اخوة في الله. كنا كنتعاملوا غير في التليفون، كتيقي فيا وانت انا كنتيق فيك، وهادشي اللي كان. ايوا والله إذا سبحان الله. عرفتي دابا معايا مول الدار ملي بغينا ندخل للمحل، قلت ليه عرفتي شنو، راه انا ام لينا ما عمرني شفتها، راه اول مرة غادي زعما غنتلاقاو هكايا. هو يقول لي واه، قلت لي راه شي دابا سبحان الله العظيم 3 سنين هادي وحنا خدامين مع بعضياتنا. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد. غير فين غتلقاي بحال هكا شي دابا؟ يعني كنخدموا غير من التليفون، ما كنتشافو ما والو، عمرها تشافو. وي هو مسكينه ام لينا كتيق فيا. اوكي هو السلعه ديالي بعيني مغمض، يعني ما كنحتاجش انني نقلب ولا شي حاجه، تيقه فيك حتى انا الثقه التامه. الحمد لله. مرحبا بك. الحمد لله الحمد لله. الموديلات ديالك راه كاينين متوفرين، كاين هادي عباءه المناسبات، كاين هادي عباءه الاميره، حتى هي متوفرين فيها شي لوينات.
البنات بالنسبه لام لينا فرا كيف قلت لكم انا راه كنت كنحطها شحال من مره في المنتدى وكنقول لكم بان هاد الموديلات يعني هذه مندوبه ديال مدينه الصخيرات يعني كنخدموا ليها الموديلات ديال المحل ديالنا وبعض المرات نيت هي كتطلب موديلات اخرين فاحنا كنخدموهم ليها وهي كترزق الله يسهل عليها ويسهل على الجميع فراه عندها عباءه الاميرات باقي عندها فيها اللوينات يعني عباءه الاميرات لان عباءه الاميرات تبارك الله ما شاء الله كتجي رائعه في اللبسه وكتعجب بزاف الاخوات فراه باقي عندها اش من لي طاي باقي عندك فيها اختي طاي اكس ال وكاينه الكرونه حتى هي الطاي اكس ال كاين هذا الموف هذا الطاي ديالو ال ومتوفره في الاسود الطاي ام ام اذا عندك فيها الام كاين المعروف اذا عندك فيها الام والال والاكس ال دونك باقي عندك فيها لي طاي كاملين وحتى في المارو هي في المارو البنات تبارك الله ما شاء الله هاد العباءه ديال الاميرات كتجي رائعه في اللبسه والفينيشو كي كتعرفوا يعني كيجي فيها واحد لافينيشو زوين مخدومه بثوب ريحانه الممتازه يعني الثوب ديالها شي حاجه زوينه وبالنسبه لام لينا راها كدير الارسال لجميع المدن الاخوات اللي بعد المرات كيتواصلوا معايا على شي حاجه وما كنجاوبهمش ولا شي حاجه راه حنا الحمد لله كلنا فحال فحال اللي دوات معايا وما جاوبتهاش تواصل مع ام لينا راه فحالي فحالها ما كاينش مشكل كي تقدات عندي اولا عندها راه حتى الاثمنه جد في المتناول يعني تقريبا نفس الاثمنه اللي كنبيع بها انا فاختي ام لينا حتى هي راه كتبيع بها بالنسبه لهذا الموديل هذا كانت واحد الاخت طلبات لي هذا اللون هذا وما حسبش لي انا واش باقي عندك اختي المهم هذا ها هو فيه الكرونه وفيه الترابي في التحت وهاد العباءه هذه كتجي حتى هي زوينه في اللبسه تشوف ديالها شي حاجه صبن ورد والصايره ها كلوش بالنسبه لهذا الموديل البنات كنت خدمته ام لينا حتى هو ما شاء الله غزال كيجي في اللبسه فيه هاد فيه هنايا لاستيك في الكمام وفيه هاد الصديفات هادو وفيه كيجي كسيوه كتجي كسوه لتحت صومونش ما فيهاش لي مونش وفيها الجويب هذا بقات عندها فيه طاي اكس ال وبالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو كنا خدمناه لاختي ام لينا هذا الموديل هذا البنات فيه دو بياس يعني كيجي بالصايه هذا بقات فيه الطاي ام بقات فيه قطعه واحده في الطاي الام هذا كيجي بحال الكسوه يعني بالنسبه للبنات وهكا اللي كيبغيو يلبسوا داكشي اللي كيجي فحال الكسيوات فراه هما كيجيو كتجي زوينه في اللبسه فيها ثلاثه ديال الطبقات كتجي في اللبسه فيها ثلاثه ديال الطبقات بالنسبه للعباءه ديال العقيق فراه مازال عندها شحال شنو اللي الالوان اللي باقيين عندك بقاو عندها فيهم ثلاثه ديال اللوينات هاد الكرونه والاسود فيه داك المغياج ديال العقيق زوين تبارك الله ما شاء الله وباقي عندها فيها هاد الكاشيري هادي اللي لابسه المانكان وبالنسبه لهاد الموديل هذا فحتى هو راه مخدوم بثوب ريحانه هاد الموديل كيفاش كان واش يعجب الاخوات واش زعما كيفاش كان كيخرج لكم بالنسبه ل فيه غير جوج طاي ال طاي ال بجوجهم طاي وحده بجوجهم طاي ديالهم حنا تبارك الله عندنا في كازا عندنا طاي ال بزاف كتخرج لينا حنا طاي ال بزاف لا انا ما شاء الله عندنا تبارك الله هذوك الطايات اللي ميان عندنا بزاف يعني ملي كنقولوا طاي ال هي الطاي اللي كتلبس ما بين 70 كتوزن ما بين 70 75 كيلو حتى لديك 78 كيلو راها كتلبس طاي ال وبالنسبه للطاي الام الاخوات فهي ما بين يعني 50 49 حتى 65 اللي كتلبس 5 اللي عندها في الوزن ديالها 65 راها كتلبس الام وبالنسبه للاخوات اللي كيوزنوا 80 85 والفوق راه هما كيلبسوا طاي اكس ال بالنسبه للموديلات ديالنا اولا بالنسبه للمقاسات اللي كنحطوا حنايا وريني هذاك اللون اللي باقي فيها اختي فيها هذا الاخضر هذا جاز بالنسبه لبنات القناه ديال ام لينا اختي شنو سميت القناه ديالك لينا للزي الشرعي غادي نحط لهم الرابط ولكن ما فيها بس نذكروهم يعني ملي غتدخلوا للقناه لينا للزي الشرعي غتلقاو هاد البيسات كاملين لابساهم كتلبسهم وكتوريهم لكم كيفاش كيجيو ملبوسين وبالنسبه للعباءه اللي بزاف 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 بغيتوها
وهي العباءة الملبسة او العباءة ديال الطرحة. العباءة ديال الطرحة تبارك الله ما بقاتش ليا، ويلا ان شاء الله اللي كتواصل معايا كنقول لها ان شاء الله باذن الله غادي نخدموها من مورا العيد. انا بقاو عندي فيها البلو مارين والاسود. هي طاي ديالها ستوندار. هي كتجي هاد العباءة ديال عباءة الطرحة كتجي طايحة في اللبسة، يعني اللي لبساتها كتجي على الطاي ديالها، وهي راها كتجي كلوش وفيها جوج يعني قطعتين، فيها التحتانية اللي كتكون بالكم وفيها الفوقانية كيف كتشوفوا اللي فيها الفوقانية اللي لاصقة فيها، وهي فيها هاد هكايد الفريفراس. المهم الالوان كيبانوا شوية مفتوحين على الواقع، ولكن بلومارين راه مغلوق، بلومارين ديالو راه مغلوق، بقى فيها عندك البلومارين وباقي فيها الاسود واقيلا ياك. ورينا اختي الاسود. هو هذا الاخوات الاسود، راه اسود غامق. الاسود ديالو راه اسود غامق ديال بصح، يعني الالوان ما كتعطيكمش حقيقه ديال الفيديو، ما كيعطيكمش حقيقه الالوان، وما كيعطيكمش حتى حقيقه ديال الفينيسيو. كيقولوا لي البنات كيقولوا لي هنا اختي راه ما كتبانش، اسمحي لي كيقولوا لي هنا اختي راه ما كتبانش الخدمه ديالك في الفيديوهات. فها انتم البنات ها هي الخدمه، كنديروا غرزه رقيقه، خدمه شي حاجه فينيسيو ما نذاكروش، شي حاجه اللي صبن ورد ياك اختي كريمه. هذاك الشيء اللي كاين، اللي بغى شي حاجه يعني ديال السوق راه غيديها وغادي تلبسها مره وغتلوحها، هذا الشيء راه صبن وعاود. عندك الحق اختي هنا، الفينيسيو شي حاجه زوينه ونقيه، وحتى الكليانات ملي كياخذوا البياسات ديالك كيعاودوا يرجعوا عندي، حيت كتاخذ شي حاجه اللي غتحمر الوجه، وحتى انت كتحمر ليا وجهي مع الكليان، يعني خدمتك نقيه وزوينه، شي حاجه انيقه ويعني الا لبستيها كتعرفي شنو لابسه، شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله، الله يعطيك الصحه. الله يكبر بك اختي، حتى حنا كنخدموا راك انت عارفه شنو كاين، كنخدموا كنخدموا بالنيه صراحه، كنخدموا بالنيه وبالصفة. فعلا الاخوات بعض المرات شي وحده تتقول لك لا راه جاتها عباءه غاليه ماشي بحال العباءات اللي كاينين في السوق، ولكن يعني اللي كيكونوا موجودين بزاف، ولكن راه حنا حاليا باقي ما ميسرش لينا باننا نبيعوا بالثمن يعني ديال كل شيء، لان السلعه اللي كتكون كتقام عليك شويه طالعه لا في الثوب ولا في الخدمه وهذا، فراه ماشي فحال ماشي فحال. فالحمد لله بفضل الله عز وجل ولله الحمد، عندنا الحمد لله اخوات طيبات كيعجبهم داكشي ديالنا وكيجيو يتقداو عندنا. فكيف قلت لكم مرحبا والف مرحبا بالاخوات عند اختي ام لينا، فحالي فحالها وفحال اي اخت، فالله ييسر ليها وييسر جميع الاخوات اللي كيبيعوا لباس شرعي، الله ييسر ليهم الله يفتح عليهم. الحمد لله كلنا كنخدموا في الخير، وكلنا الحمد لله كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان هذا الحجاب وهاد العباءات وهذا الشيء نشوفوا المغربيات كاملين لابسينو، او بالاحرى نشوفوا المسلمات يعني في العالم كامل انهم الحمد لله لابسين الحجاب ديالهم. فهذا هذا هو الاصل، وهذا هو الحاجه اللي كنطمحوا لها اكثر من التجاره واكثر من الفلوس واكثر من اي حاجه اخرى. المهم طولت عليكم، انتقلوا للموديل الاخر عباءة الادوار. بالنسبه لعباءة الادوار البنات باقي فيها هاد الخدمه هادي. طاي ام بقات فيها غير وحده؟ لا باقي فيها البنات هذا طاي ام. طاي ام كاين بحال هاد اللون اللي لابسه انا. عباءة الادوار البنات اللون كري حتى هو طاي ام. عباءة الادوار كتجي تاهي تبارك الله ما شاء الله رائعه في اللبسه. هذا الطاي ديالو ام، هذا كشيري مغلوق. البنات اللي بغاو هذا الموديل يشوفوا راه كيلقاوه في القناه. بالنسبه لعباءة الادوار كيف قلت لكم راه ام لينا عندها قناه في اليوتيوب سميتها لينا ليزي الشرعي، غادي تدخلوا القناه ديالها وغادي تشوفوا الموديلات ملبوسين حيت اي موديل كتحطوا يعني كتقدا عندنا وكتجيبوا هنا، فهي ضروري كدير لي الفيديو. ف حنا وحيده يعني اللي بغات شي حاجه هاي اختي ام لينا قريبه ليكم. بالنسبه للاخوات كاملين اللي قراب الصخيرات ولا الرباط ولا اي بلاصه كاينه، وهي كيف قلت لكم كدير حتى هي الارسال، الحاجه اللي ما لقيتوهاش عندي ولقيتوها عندها، فالله يسخر والله يجيب التيسير لكل واحد. المهم هو نتوما تلقاو داكشي اللي بغيتو. وهذه من الموديلات القدام اللي كنا كنخدموهم، وهي العباءة القطريه. عافاك شديها من الفوق باش تبان اكثر، بقات فيها غير وحده، غادي ندور هنا على حساب الضوء. واخا هاد العباءة القطرية
حتى هي الا كتبتوا في اليوتيوب العباءه القطريه فهي غادي تطلع لكم. راه فيها خمار راس، فيها فيها الراس وكتجي كلوش ما شاء الله دوبل. هانتوما البنات بالنسبه لهذا اللي هو حتى هو راه كيجي تقريبا بحال الهودج، غير هو زايد فيه ديك الشكل ديال النقاب، كتدخليه هاد الخيوط هادو اها كيتعقدوا تحت الشعر. الا كنتي بغيتي تلبسي على شكل خمار غتعقديهم غير هما اها فهمتيني، ما نقدر ما بقيت كندير. المهم انا نحاول. لا راه هو يا زعما ساهل اللبسه ديالو، هو كيتعقد اللور. بغيتي ديري على شكل نقاب صافي هكا بلاتي بلاتي وريهم فحال هكا بعدا هبطي ليا فحال هكا. انا ما عقدتوش ماشي مشكل، دخلي لي داك الخيط باش يبان. هو البنات كيتلبس بحال هكا، الا بغيتي تلبسيه انت فحال الخيمه ياك خرجي النقاب على برا. اذا بغيتي على شكل النقاب غتخرجي هاد خرجي لا هو خرجي خرجي النقاب بعدا باش تيشوفوا، حيت كاينه اللي غتكون منقبه وغتبغي تلبسو فحال هكا ما تبغيش تلبس هذا كيتعقد. لا ديري لي فحال هكا. عرفت 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 النقاب ديالك هذا ممكن انها تلبس النقاب العادي ودير معاه فحال هكا. انا جاني هكا زوين عجبني بهذه الطريقه هذه. كيجي زوين كيجي فن ما شاء الله زوين بزاف. النقاب راه فيه هو نقاب تلبس على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشدو هاد الخيوطة هادو، شدي ليا هنا هانتي الخيط صغير صافي ها هو. المهم حيت لابسة كلشي كحال ما كيبانش ليا اها كتقاديه. وهاد العقده كتعقد لداخل عوض تعقديها برا غتعقديها لداخل. ايما البنات ها هما وريناكم دابا كيفاش كيجي هو في اللبسه. كيجي فحال هكا كيجي طويل من اللور ومن القدام. المهم هذا هو اللي كيتلبس بثلاثه ديال الطرق، ممكن تلبسيه فحال الكاب، ممكن تلبسيه فحال الخمار، او ممكن تلبسيه بحال نقاب يعني نقاب وخمار وكل شيء ثلاثه في واحد بحال الشكل اللي لبست لينا دابا ام لينا. ها انتم البنات هذا هو الموديل اللي شفتو ديال الخمار. الخمار اللي فيه ثلاثه في واحد كيجي ممكن تلبسيه بحال كاب، ممكن تلبسيه بحال نقاب وخمار، وممكن تلبسيه بحال خمار فقط، يعني كيجي بحال الشكل ديال الخمار ديال الهودج. كيجي ما شاء الله رائع، يعني لبسيه مع اي حاجه وفي نفس الوقت كيجي ساتر، وحتى التوب ديالو خفيف ياك اختي ام لينا. خفيف وكيجي زوين الصراحه وفيه العرض تبارك الله ما شاء الله كيجي بزاف. فاللي بغات شي حاجه من هذا الشيء اللي وريناكم الاخوات ان شاء الله تتواصل مع اختي ام لينا وان شاء الله تهلاي ليا في كلياناتي. تهلاي ليا في الاخوات الله يكبر بيك. داكشي اللي كاين انا بحالي فحالك فحال الجميع، اي اخت الله يسهل على الجميع. فمرحبا بكم والف الف مرحبا، وخليونا نمشيو خواتاتي نمشيو باش نشربوا حنا العصير وناكلوا الحلوه وما سخيتش بكم. مرحبا بكم، وما تنساوش البنات ديروا الهناء جامد كنتو اول مره تشوفوا هذا الفيديو وتشاركوا معها في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا الاخوات يلا سلامة، كنتمنى اننا نشوفوا مره اخرى ان شاء الله باذن الله. اكيد اكيد صحتي الصحه والراحه. صحتي الاخوات صحتك. المهم بالنسبه للاخوات ديال اللي كيتواصلوا معايا فراكي كتعرفوا راه حنا كنبيعوا بالجمله وبالتقسيط، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها والف مرحبا، ولكن ضروري ضروري ديروا لي بحال الضيافه وتهلاو فيا باش انا نتهلا فيكم. سهل كثر هنا سهلي جنه ونعيمه اختي بارك الله فيك الله يكبر فيك، وخليتكم على خير اخواتي والسلام عليكم.